واليوم راح اتكلم لكم عن الخلايا الجذعيه. اولا الخلايا الجذعيه هي خلايا بدائيه عديمه الشفره تستعمل لعلاج الامراض والعيوب الخلقيه، وتؤخذ من الحبل السري للجنين والسائل الامنيوسي او الانسجه الحيه من الانسان. اولا باستخدام الذكاء الاصطناعي انشانا موقع ونموذج لطباعه ثلاثيه الابعاد لكبد المتشحمه والكبد السليمه، وايضا الاذن السليمه وللاذن الوطواطيه. باستعمال لهذا البرنامج راح يتم حل واعطانا الخطوات التاليه من البرنامج لعلاج هذا المرض عبر خمس خطوات اساسيه. الخطوه الاولى راح يكون تصوير لحاله المريض. اثنين، ارفاق هذه الصوره بتقنيه الواي فاي الى الحاسوب المحمل لهذا البرنامج. رقم ثلاثة، راح يكون عندنا البرنامج راح يستعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور واعطائنا النتائج والتحاليل لهذا المرض. في الخطوة الرابعة راح يتم اتباع هذه الخطوات للحل مع مراعاة النسبة ودقة الجرعة المحقونة من خلايا الجذعية للمريض من قبل الدكتور. في الخطوة الخامسة راح يتم التحام او تجدد الجسم الضار بالخلايا الجذعية عن طريق التقنية. وكذا نبدأ هذه المرحلة، مرحلة الاستشفاء.